السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الفيديو يختلف، عندي فيديونا الأجوبة حول أسئلة تقليص المناهج، لأن هواية بالتعليقات ما يدرون يعني من يا فصل داخل ومن يا فصل، فحبيت سويت لكم فيديو خاطر أعلمكم من يا فصل الداخل. مثلا عندي هاي المواد الغير المطلوبة للصف الثالث متوسط، بالنسبة للثالث متوسط يعني هذه بس المواد الغير مطلوبة. مثلا عندي التربية الإسلامية، هاي كاتبين من الوحدة الرابعة إلى نهاية الكتاب، يعني من الوحدة الرابعة يعني اللي داخل من بداية الكتاب لحد الوحدة الرابعة، يعني الداخل من بداية الكتاب يعني لحد الوحدة الرابعة، الوحدة الرابعة ورا نهاية الكتاب ما داخل. مثلا عند اللغة العربية كاتبين الجزء الثاني، مو الجزء الثاني الداخل، لا بس الجزء الأول، يعني الجزء الثاني هنا ما داخل. زين، عندي مثلا اللغة الإنجليزية من الوحدة الخامسة إلى نهاية الكتاب، يعني من يونت الخامس إلى من يونت الخامس إلى نهاية الكتاب، هذا شنو هذا ما داخل، يعني 4 يونتات الأولى، يعني من بداية الكتاب الداخل لحد الرابعة، يعني يونت الرابع داخل، لكن من اليونت الخامس الى نهاية الكتاب ماكو دا يعني ما داخل. عندي الجغرافيا الفصل الثالث والباب الثاني، يعني بس الفصل الاول والفصل الثاني، يعني الفصل الثالث ما داخل. التاريخ من الباب الثالث الى نهاية الكتاب، التاريخ يعني من بداية الكتاب لحد الباب الثالث، يعني من باب الثالث ونهاية الكتاب ما داخل. الوطنية بس الفصل الاول، لان قايل هو من الفصل الثاني الى نهاية الكتاب، يعني بس الفصل الاول. هاي الوطنية. الرياضيات الجزء الثاني مداخل، يعني بس الجزء الأول، هاي الرياضيات يعني بس الكورس الأول. الكيمياء من الفصل السابع إلى نهاية الكتاب، الكيمياء عندي يعني بس ستة الأفصل، الفصول الستة الأولى، يعني من بداية الكتاب لحد من بداية الكتاب لحد الفصل السادس، يعني السابع ومن الفصل السابع نهاية الكتاب مداخل. الفيزياء من بداية الكتاب داخل لحد الفصل الخامس، يعني السادس ما داخل، من السادس ونهاية الكتاب مداخل. والأحياء بس 7 الفصول الأولى، لأن كاتب من الفصل الثامن إلى نهاية الكتاب، هاي مداخل، هاي بالنسبة للثالث متوسط. ونفس الشيء هذا عندي السادس العلم الأحيائي، هذني الأشياء هم الغير المطلوبة، هاي فقط الأشياء الغير مطلوبة، يعني نفس هسه هذا اللي سويناه. يعني مثلا عندي قواعد اللغة العربية من أسلوب التوكيد، يعني من بداية الكتاب داخل لحد أسلوب التوكيد ما داخل. هيك مثلا عندي الفيزياء من الفصل السادس، يعني 5 فصول داخلة. الأحياء من الفصل الرابع وهذن الصفحات، هذن كل المداخلات. زين، وهذا بالنسبة للسادس العلم التطبيقي هم نفس الشيء، هاي اللي مداخلة عيني، وهذا السادس الأدبي أيضا. نجي على السادس الابتدائي شوية هم يعني ما يعرفون، هاي المواد الغير المطلوبة. مثلا عندي هنا القرآن الكريم والتربية الإسلامية من الفصل الرابع إلى نهاية الكتاب، هاي مداخل، يعني الداخل من بداية الكتاب لحد الفصل الرابع مداخل، يعني الفصل الرابع لا تقروه، من الفصل الرابع إلى نهاية الكتاب ما ينقرأ. قواعد اللغة العربية من موضوع المثنى وأعرابه، يعني اللي داخل من بداية الكتاب لحد المثنى وأعرابه، هذا المثنى وأعرابه، هذا اللي داخل، اللي ما داخل المثنى وأعرابه، يعني من بداية الكتاب لحد المثنى ما داخل. نجي على اللغة الإنجليزية 4 يونتات داخلات، يعني اليونت الخامس إلى نهاية الكتاب ما داخل. الرياضيات الفصل السادس يعني بس 5 الفصول الأولى، من السادس ونهاية الكتاب ما داخل. عدي العلوم من الوحدة الرابعة، يعني من بداية الكتاب لحد الوحدة الرابعة ما داخلة هذه. الاجتماعيات بس الوحدة الثانية، يعني من بداية الكتاب لحد الوحدة الثانية ما داخلة. زين، هسه نقول هسه والقراءة، عد القراءة هاي المطلوبات، بس هاي المطلوبة، هاي 12 و24 و36 و60 و78 و63 و116، يعني الصفحات هاي بس هاي المطلوبة، الصفحات المطلوبة، والباقي يعني هاي المطلوبة مو محذوفة، هاي المطلوبة، هذا التقليص المناهج. زين،
هسه عندي بقت شغله واحده اللي على مود حذف الماده الاسلاميه بالنسبه للسادس الاعدادي فرعيها، حتى يعني الخارجي مشمولين بماده الحذف الاسلاميه. وبالنسبه لدمج المواد، عندي دمج المواد يعني مثلا للعربي هاي بس للثالث، العربي والإسلامية يعني كتاب واحد يمتحنون امتحان واحد، والفيزياء والكيمياء هم امتحان واحد ونفس الدرجة يحسبوها، شوف شلون يقسموها. وبالنسبة بقت شغلة الصفوف الغير المنتهية، بعد يعني إن شاء الله كم يوم وينزل القرار، هاي بالنسبة للصفوف الغير المنتهية. وان شاء الله بقت عندي هاي الدخول الخارجي الدخول الشامل بس 3 دروس. زين، وهو هذا الفيديو مالتنا، وبالتوفيق يا ربي.